مساء الخير، ضمن محاضرتنا هاي المحاضرة السادسة. طبعا بمحاضرة اليوم بنتذكر أول شيء شو كان عندنا بالمحاضرة الماضية، شو آخر شيء أخذناه بالمحاضرة الماضية؟ يلا ذكروني، أنا بعرف شو أخذنا، بس أنت شو درست شو أخذنا؟ بتذكرين شو أخذنا؟ كيف بدنا نتابع؟ إذا بدأنا بمقاييس النزعة المركزية، بدأنا من الوسط الحسابي، شفنا الوسط الحسابي أولا شو بيساوي، شفنا في حالتين بالوسط الحسابي، إما بتكون بيانات مفردات يحسب الوسط الحسابي بأنه مجموع X على N، أو بتكون بيانات هي تكرارات، شفنا الوسط الحسابي الوسط الحسابي المثقل المرجح بالتكرارات يساوي مجموع اف اي باكس اي على مجموع اف اي، تمام؟ شفنا شو الفرق بين الحالتين وهيك بنستخدم الحالتين، كل حالة كما ننسى خلي تكتب اسئلة امتحانية، نماذج امتحانية وهيك ممكن يكون السؤال، صحيح؟ هاي بالنسبة للوسط الحسابي، تمام؟ بعدين شفنا اخر شيء بالمزايا والتصوف. بالمزايا محدد جبريا بدقه يتمتع بمزايا جبريه، كل القيم تساهم في حسابه، هاي كلها مزايا. هو معيار تقارب به القيم. اما مساوغ شو هي مساوغ؟ ذكروني بمساوغ الوسط الحسابي، هذا حضرتك قد بيكون سؤال نظري عن الوسط الحسابي. عرفنا المزايا، مساوغ شو هي مساوغ؟ أول شيء قلنا يعني في الحساب إذا كان الجدول تكراري مفتوحا أو غير منتهي، هيك؟ أو كانت البيانات نوعية، هو لا يسمح للبيانات النوعية، وشفنا أنه هو بيتأثر بالقيم المتطرفة، يعني إذا كان التوزيع منتهي نحو اليمين، الوسط الحسابي يبتعد عن القيم الأكثر تكرارا، دوما هو يكون باتجاه القيم المتطرفة، فهو افضل استخدام له عندما يكون التوزيع طبيعي. هون شفنا بس يكون توزيع طبيعي وين بيكون الوسط الحسابي؟ بيكون بالمتصل. بعد ذلك انتقلنا الى المقياس الثاني البدوال. في البدوال شفنا البدوال هو القيد الاكثر تكرارا. فاذا كانت البيانات مفردات وين القيد الاكثر تكرارا او الصفه الاكثر تكرارا بتكون جنب البدوال بنحسبهم. شوفوا البيانات الثانيه الان اكس اي 2 4 4 3 3 5 5 5 وين البدوال؟ الخمس قيد الاكثر تكرارا، صحيح القيد الاكثر تكرارا، وقلنا هذا يصلح للبيانات النوعيه ايضا. يعني عندي الان لاحظوا الاشكال التاليه، مين المنوال بهذا المثال؟ المثال الثاني في منوال، مين المنوال؟ هو الدائرة، بالضبط هو الدائرة. إذا هذا هو المنوال. فشايفين المنوال يحسب للبيانات الكمية ويحسب للبيانات النوعية. إذا أنا عندي بيانات نوعية ما بستخدم الوسط الحسابي، بستخدم المنوال. بعد ذلك شفنا المنوال للجداول التكرارية، ما هيك ولا ما شفنا؟ المنوال للجداول التكرارية. كيف نحسب المنوال للجداول التكرارية؟ أول شيء إذا كان البيانات نوعية أو كمية منقطعة، فشوفوا لي المثال التالي، عندي البيانات الثانية إكس أي 1 2 3 4، عندي التكرارات إكس أي 10 10 20 5، مين هو المنوال؟
تمام، هو ثلاث، المنوال هو ثلاث، بالضبط المنوال هو ثلاث. أما إذا كانت البيانات مبوبة ومتغير مستمر، دوما بيكون عندي الفئات. يلا تعالوا نتذكر بس كيف بنحسب المنوال لهذا الجدول. الفئات من 0 لـ10، من 10 لـ20، من 20 لـ30، من 30 للـ40، من 40 للـ50. اي ثلاث أربعة عشرة أربعة ثلاث 24 مجموع. أين المنوال؟ شو رأيكم؟ يلا وين المنوال؟ إذا هو من 20 ل 30، صح الكلام. فهي الفئة شو بنعطيها رقم؟ بنعطيها رقم M، تمام؟ هي فئة المنوال. فالفئة الثانية بيكون رقمها M زائد واحد، الفئة السابقة M ناقص واحد. الآن شو قلنا؟ بنطبق القانون لحساب المنوال. هذا القانون، تذكروا القانون، موجه يساوي، بنطبق القانون. حتى نطبق القانون بدي الحد الأدنى للفئة M. يلا أعطوني الحد الأدنى للفئة M، هو 20 بالضبط. إذا لاحظوا عم نطبق القانون، هاي 20 كمان مصادف الرقم هون بالسكة. بعدين دلتا واحد، بدي دلتا واحد، كيف بحسب دلتا واحد؟ هو تكرار الفئة M ناقص تكرار الفئة السابقة. شو بيطلع الجواب؟ بيطلع 6، اللي هو تكرار الفئة M 10 ناقص تكرار الفئة السابقة 4. الجواب 6 بالضبط. دلتا 2 بنفس الطريقة، شو بيطلع الجواب؟ تكرار الفئة M 10 ناقص تكرار الفئة التالية كمان 4. الجواب 6. بنطبق الآن 20 6 دلتا 1 على دلتا 1 6 زائد دلتا 2 6 ضرب طول الفئة. قديش طول الفئة هون؟ من 10 ل 30، من 20 ل 30، قديش طول الفئة؟ 10 طولها، من 20 ل 30 يا رجل، 30 ناقص 20 10، هي طول الفئة. إذا طول الفئة 10، أعطوني الجواب، شو بيطلع المنوال؟ بيساوي، أعطوني الجواب. أخرته. أخرته، لا 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 أبدا، من 220 ولا 5، 25 الإجابة كانت 25، بتأكد ما بعرف، لا شوف كان 25 هو الأقرب. بقي ايش فرق معكم؟ شوفوا جواب الإجابة صح ولا مو صح؟ الجيد 21 وربع، معناته نسيتوا شو نبهتكم بالمرة الماضية، بس طلع 80 واحد. فإذا أغلبكم 25، هو 25، بس اللي أخطأوا المرة الماضية حكينا. أول شيء القوس، مو الضرب، القوس. 6 على 12 بيطلع نص. بعدين الضرب، ضرب 10. 10 ضرب نص 5. آخر شيء الجمع زائد 20، آخر شيء الجمع بيطلع 25. كيف بتحسب الجدول؟ بيطلع 25، تمام؟ طب لسه هذا الكلام، أنا بعرف إن وسختوا ضربها، لذلك نبهتكم عليها المرة الماضية، نبهتكم الآن. على ذلك
يعني تصف محللين بيانات عندي، تكتب هذا الكلام، طلعوا لي على التوزيع، شو شكل التوزيع؟ هل بنسوي نحو اليمين ولا بنسوي نحو اليسار؟ لحالكم تطلعوا على الشكل، تخيلوا فضلا بسرعه، ما في داعي تركبوا، صرتوا الان انتم محللين لحالكم تقراوا البيانات. بنسوي نحو اليمين ولا نحو اليسار التوزيع، شو شكله؟ ليش؟ طلعوا عندي، عندي بالنص 10، بعدين 4، بعدين 3، على اليمين هيك وعلى اليسار هيك. بعرف شو شكل التوزيع؟ ما شكل التوزيع إذا؟ طبيعي، شكل التوزيع طبيعي. تمام؟ عال. هذا شكل التوزيع طبيعي، حكيتها المرة الماضية، وإذا ما حكيت تتابعونا الآن. لاحظوا 25، شو هي 25؟ طلعوا 25 شو هي؟ هي متوسط الفئة الواقعة بالمنتصف. هاي وسط الفئة، الفئة إم. منتصفها 25 بيطلع. فإذا كان توزيع طبيعي العنوان بيقع بالمنتصف تماما. شو اسم المحاضرة الماضية؟ إذا كان توزيع طبيعي الوسط الحسابي وين بيكون؟ كمان بيكون بالمنتصف. يعني لهذا التوزيع الآن اللي عندي إياه هون لو جينا حسبنا الوسط الحسابي شو راح يطلع؟ لو جينا حسبنا الوسط الحسابي شو راح يطلع فيه فوق؟ طيب تعال نحسبه يلا الوسط الحسابي مجموع اف اي باكس اي على مجموع اف اي، اف اي معي اياها بدي اكس اي الان، مين هي اكس اي؟ اوساط الفئه، يلا اعطوني الفئه الاولى مين وسطها؟ من الصفر للعشره مين وسط الفئه؟ خمسه. الفئه الثانيه 15، الفئة الثالثة 25، 35، 45، هاي أوساط الفئات. يا بدي اف اي دي اكس اي، الفئة الأولى 5×3، إذا هون في عندي اف مضروبا دي اكس، أول فئة 5×3 15، الفئة الثانية 15×4 60، الفئة الثالثة 25×10 250، الفئة الثانية 35×4 140، الفئة الأخيرة 45×3 135. بدي مجموع اس اي باكس اي نجمعهم صفر بيد واحد 2 8 13 17 يقبلني بترجع 2 8 13 17 20 صح صفر باليد 2 4 5 6 يطلع الجواب 600 ولا 6000؟ 600 يعطي الوسط الحسابي اكس بار يساوي 600 على 24 على 24 اللي هي مجموع اصاي شو يطلع الجواب؟ يطلع 25. تذكروا المرة الماضية بس يكون توزيع طبيعي بكون الوسط الحسابي بالمنتصف، ولازم تشوفوا كمان ان البنوان بيكون بالمنتصف ايضا، فلاحظوا انتم هون عندي البنوان طلع بيساوي الوسط الحسابي. هذا كل ما يتعلق بالبنوان. مين اهم مزايا البنوان؟ شفتوا اهم مزايا؟ يمكن حسابه للبيانات الكميه والنوعيه، صحيح؟ يمكن حسابه للبيانات الكميه والنوعيه، هي ميزه له. الميزه الثانيه لاحظوا لو كان الجدول على الشكل الثاني 40 فما فوق
احنا قلنا في احيانا بيكون عندي الجدول غير منتهي، بيكون الارباح بتحصل على كل البيانات، بيطلع الجدول بهذا الشكل. لو كان الجدول بهذا الشكل، هل هذا يؤثر على حساب الجدول؟ ما بيأثر على حساب الجدول، بس لكن لا يمكن حساب الوسط الحسابي. ليش؟ لأنه ما فيني أحسب وسط الفئة. فإحنا قلنا بالبساطة الوسط الحسابي بأنه لا يمكن حسابه إذا كان الجدول غير منتهي. أما الجدول يمكن حسابه. هاي أهم صفات الجدول. إذا معكم الآن مقياسين صار وسط حسابي وجدول، شو شايفين حالكم؟ أكيد بالانتحار راح يكون في عندكم حساب جدول وحساب وسط حسابي، تمام؟ واضح هذا الجدول وسط حسابي؟ لأنه الآن بدنا نشوف المقياس الثالث من مقاييس الجذع المركزية، واللي اسمه أيضا أحيانا مقاييس الموضع. مين هو هذا المقياس؟ الوسيط. بد اختصارا بد الوسيط يعرف بأنه القيمة التي تقسم الترتيب التصاعدي للبيانات إلى قسمين متساويين، البيانات مرتبين تصاعديا من الماين للماكس. فالقيمة لعدد البيانات قبلها بشكل 50% يعني نص البيانات، وعدد البيانات بعدها بشكل 50% هذه بنسميها الوسيط. طلعوا مثال بأبسطه، عندي علامات الطلاب على الشكل الثاني 2 3 4 5 6، هذول البيانات مرتبين تصاعديا، مرتبين صحيح؟ مرتبين تصاعديا. الآن القيمة الواقعة بالمنتصف مين هي؟ طلعوا عليها الأربعة، هاي الوسيط، هذا المقصود بالوسيط، فعلا هي هي الوسيط. قبلها نصف البيانات، بعدها نصف البيانات، هاي هو تعريف الوسيط. نحو المثال هذا ممكن الواحد يفهم الوسيط أكثر بهذا المثال. عندي المدن A B C D E. لاحظوا الدفاتر، بين A و B 5 كيلو متر، بين B و C 3 كيلو متر، بين C و B 2 كيلو متر، بين D و E 10 كيلو متر. الآن طول الطريق، قديش طول الطريق؟ بيجمعهم هون طول الطريق 8 10. قد يشمل الطريق بين A و E؟ كم كيلو متر؟ 20 كيلو متر طول الطريق، صحيح؟ 20 كيلو متر. طيب مين النقطة اللي بتقسم الطريق لقسمين متساويين؟ طلعوا مين هو؟ وسيط البساتير B تقسم الطريق إلى قسمين متساويين، قبلها في 10 كيلو متر وبعدها 10 كيلو متر، إذا وسيط المسافة هو البديل دي. طيب في عندي هو خمس مدن، مين هو وسيط المدن البديل الواقع بالمنتصف؟ مين هو البديل الواقع بالمنتصف؟ البديل سي. يسمع قطع الصوت ولا في مشكلة؟ في مشكلة بالصوت؟ لا. إذا ليش ما عم تجاوبوا لكان؟ إذا وسيط المسافة المدينة دي قبلها 10 كيلو متر بعدها 10 كيلو متر، أما وسيط المدن سي قبلها مدينتين وبعدها مدينتين، هذا هو الوسيط. بس لكن بأمثلتنا هون المثال واضح بالعين المجردة عم يقصفهم بالضبط. احيانا عن البيانات كبير بيكون ما في ياخذ مين بالنص، فشو بدنا نساوي؟ هذا المقياس يحدد بموضعه، يسمى من مقاييس الموضع. يعني حتى افتش وين الوسيط بدي افتش على الموضع اولا، موضع الوسيط، مكان الوسيط. كيف بدنا نوجد مكان الوسيط؟ على الشكل الثاني. انتوا هون شفتوا لي الوسيط شو بيساوي بهذا المثال؟ شو بيساوي؟ بيد يساوي 4. طيب ده كانوا بالترتيب، شو بيطلع ترتيبه؟ ياخذ ترتيب اول الثاني الثالث الرابع الخامس. هو الثالث
معناته اني حتى احدد وين الوثيق بدي الترتيب بدي الموضع. فموقع الوثيق بنبدو على الشكل التالي. موقع الوثيق اذا كان عدد البيانات فردي هون مثل ما عندي بيكون ان عدد البيانات زائد واحد على اثنين، فبمثالنا هون عدد البيانات هو خمسه زائد واحد على اثنين، شو بيطلع الجواب؟ بيطلع ثلاث. الموقع الثالث، اذا الوثيق هو بالموقع الثالث. هاي اذا كان عدد البيانات فردي. اما اذا كان عدد البيانات زوجي، وين هو الوثيق؟ هاي مثال عندي البيانات التالية 2 4 5 7 8 9. انت شو بالتالي؟ بالتالي 6 عدد البيانات زوجي. هون موقع الوثيق بيكون على الشكل التالي، في عندي قيمتين وثيقيتين، عندي موقعين، لاحظوا مين هم الموقعين؟ الموقع الثالث والرابع. فكيف بيطلع هون موقع الوثيق؟ لاحظوا فين بيطلع؟ الموقع الاول ان على 2، هي الموقع الاول. في المثال ده 6 على 2 يساوي 3. الموقع الثالث، فبدي الموقع الثالث توصيني الوثيقية الأولى. مين هي الموقع الثالث توصيني الوثيقية الأولى؟ لاحظوا مين هي؟ هي 5. هي أول كلمة وثيقية. الآن الموقع الثاني كيف بيطلع؟ على الشكل التالي إن على 2 زائد 1 بيطلع الموقع الثاني. مين الموقع الثاني هون؟ بيكون 6 على 2 زائد 1 شو يساوي؟ يساوي 4. الموقع الرابع، مين هي القيمة في الموقع الرابع؟ هي 7. إذا عندي قيمتين وثيقيتين، هن الخمسة والسبعة. الوثيق بيكون الوسط الحسابي لهما 5 زائد 7 على 2، شو بيساوي؟ بيساوي 6. إذا هذا هو الوثيق. فالوثيق الآن 6، لاحظوا 6 فعلا القيمة 6، بتقسم الترتيب لقسمين متساويين. إذا بالنسبة للقوانين عندي حالتين، يا إما عدد البيانات فردي أو عدد البيانات زوجي. هذا السؤال قد تسألوا عنده سؤال. موقع الوثيق، موقع الوثيق بيطلع على الشكل الثاني إن زائد واحد على 2. هاي إذا كان عدد البيانات شو هو؟ فردي. أما إذا كان عدد البيانات زوجي، هون بكون في عندي موقعين، الأول إن على 2 والثاني إن على 2 زائد 1، موقعين بكون عندي هون. مثال، أعطوني الوثيق والبيانات التالية. أوجد الوثيق للبيانات. شو هن البيانات؟ 7 6 2 8 5 4. مين هو الوثيق؟ شو هو خطر بنسويها؟ شو أول خطوة؟ طب تشتغل واشتغل خير، ليش بدي يطلع على طول؟ راح يا دور قبل ما طالع دود. اول شيء نقول الوثيق بانه القيمه التي تقصد الترتيب التصاعدي. اي هون عندي الغلاف رسم ترتيب تصاعدي شيء؟ لا. اول خطوه معك شو هي؟ هي الترتيب التصاعدي. اول خطوه هي الترتيب
ضربتهم اثنين أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الآن عدد الدورات فردي ولا زوجي؟ أنت شو بتساوي؟ أنت بتساوي ستة، عدد الدورات زوجي. معناته هون في عندي وصيتين بدي وصف حسابي لهم. الوصية الأولى أنت على اثنين، يعني ستة على اثنين تساوي ثلاث. فالموقع الثالث، شو بتيجي في الموقع الثالث؟ هي خمسة. هاي الوصيف الأول، هاي القيمة الوصيفية الأولى. بدي القيمة الوصيفية الثانية، بتكون القيمة اللي بعدها بالموقع الرابع، لأنه ثلاث زائد واحد. الموقع الرابع مين هو؟ بيكون ستة. الآن الوسط الحسابي بيكون، الوسيط بيكون الوسط الحسابي للقيمتين، فبده يساوي الوسيط خمسة زائد ستة على اثنين. شو بيساوي الجواب؟ خمسة ونص. الوسيط خمسة ونص، هذا الوسيط. ففعلا نصف البيانات هو أصغر من خمسة ونص، ونصف البيانات أكبر من خمسة ونص. هذا الوسيط مليء بالبيانات المفردات مو جداول تكرارية. أما إذا كانت البيانات جداول تكرارية، مين هو الوسيط؟ تمام؟ بدي أشوف مين هو الوسيط. إذا كانت البيانات مرتبة بجداول تكرارية، شوفوا لنا المثال الأول. عندي عدد أفراد الأسرة، هاي البيانات. عدد أفراد الأسرة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، هذا متغير كمي منقطع. عدد الأسر اف اي 10 20 30 40 5 او 10، المجموع 110. مين الوسيط؟ شو رأيكم؟ مين هو الوسيط؟ كم مفردي هون؟ ان شو بتساوي هون؟ ان شو بتساوي؟ مجموع التكرارات، لا مو خمسة لين، لين مو خمسة، مجموع التكرارات لين، مجموع التكرارات اللي هي 110. 110. طيب معناته هون كم قيمة وصيفية عندي؟ عندي قيمتين صح؟ يعني الزوجي أول قيمة إن على اثنين، شو ترتيبها بيطلع؟ 110 على اثنين شو بيساوي؟ 55. هاي الأسرة اللي بالترتيب رقمها 55 هي أول قيمة وصيفية. وين هاي الأسرة 55؟ شو عدد الأطفال في عدد الأفراد فيها؟ هل هو واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربعة إلى آخره؟ أول شيء بيانات مرتبة ترتيب تصاعدي، مرتبة. ليش مرتبة؟ أول شيء في عندي 10 أسر، واحد 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 تكرر 10 مرات، بعدين بيجي اثنين 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 20 مرة وهكذا. فالأسرة اللي رقمها 55 وين هي؟ هل هي فيها طفل واحد؟ عفوا، الأسرة فيها فرد واحد شيء؟ لا، لأنه الأسرة رقم 10 فيها فرد، الأسرة رقم 11 شو بيطلع فيها؟ بيطلع فيها فردين، هيك؟
معناته هاي المسألة 55 وين هي؟ كيف بدي أوجدها؟ طلعت من الجدار. تتذكروا التكرار التراكمي. التكرار التراكمي. لنهاية الوحدات في عندي 10. ما هو عندي ترتيب تصاعدي؟ لنهاية الاثنينات شوف عندي بيكون صار؟ كم أسرة صار عندي لنهاية الاثنينات؟ بيكون صار 30. لنهاية الثلاثات شو بيكون صاروا؟ صاروا 60. إذا الأسرة 55 وين هي الآن؟ هل هي عند الاثنينات ولا عند الثلاثات؟ الأسرة 55 إذا هي هون هون عند الثلاثات لهي الثلاث تكررت 20 مرة. فالأسرة 55 هي عند الثلاثات. فمعناته أول قيمة وسيطية شو هي تطلع؟ تطلع ثلاث أول قيمة وسيطية. ثلاث. القيمة الوسيطية الثانية شو هي؟ شو ترتيبها؟ 55 زائد 1 شو هي؟ 56. هاي الأسرة 56 قديش فيها كمان؟ تطلع كمان هي بنفس الشيء عند الثلاثات. فبيكون عندي 3 زائد 3 على 2 شو بيساوي؟ بيساوي 3. هاي الوسيط هذا الوسيط. فاحنا هون ببساطة عندما نوجد الوسيط بدايات مرتبة ترتيب تصاعدي فورا نقوم بإيجاد التكرار التراكمي. تذكر التكرار التراكمي مع التكرارات أول شيء 10 بعدين 30 بعدين 60 بعدين 100 بعدين 110. الآن الموقع ادعى 2 كيف بدأت؟ وين بدي أوجده؟ على الشكل التالي بيتم إيجاده بدقة التكرار التراكمي. أول قيمة الصادف لي تساوي ادعى 2 أو أكبر. تكرر هذا الجدول التكراري بدي الوسيط. أول شيء بيساوي التكرار التراكمي. أول شيء تكرار 1 10 بعدين مجموع تكرارين 10 و20 30 بعدين مجموع 3 تكرارات 10 و20 و30 بيطلع 60 بعدين 4 تكرارات وهكذا. كل مرة عم بيزيد تكرار اسمه التكرار التراكمي. الخطوة الثانية بنحدد الموقع. الموقع ادعى 2. هذا الادعى 2 وين هو؟ هل هو مقابل الواحد ولا مقابل 2 ولا مقابل 3؟ فادعى 2 حسبناه 55. بنمسك هاي القيمة 55 وبنقارنها مع التكرار التراكمي من البداية. أول قيمة بتصادف لي تساوي الموقع أو أكبر بتكون القيمة المقابلة لها هي الوسيط. فلاحظوا العشرة أصغر، 30 أصغر، 60 أكبر. فقلت أول قيمة أكبر أو تساوي، معناته 55 هي هون، معناته القيمة الوسيطية الأولى هي 3، القيمة الوسيطية الثانية هي 56، أيضا 56 هي هون، فبكون عندي قيمتين وسيطيتين، 3 زائد 3 على 2 يساوي 3، هيك بنوجد الوسيط للمتغير الكمي المنقطع. لو كان عندي بيانات فردي لحظه رح صير عندي بيانات فردي. كيف بيساوي فردي؟ صار هو 11. صار عندي 111. معناته هون كم قيمة وسيطية عندي صارت؟ بس يكون عندي بيانات فردي كم قيمة وسيطية؟ عندي وسيط واحد قيمة واحدة. كيف بنقول الموقعها؟ n زائد 1 على 2. بمثالنا 111 زائد 1 112 على 2 شو بيطلع الجواب؟ 56. فهي المفردة رقم 56 هي الوسيط. عندي وسيط واحد بنفس الطريقة بمسك هاي القيمة 56 بنقارنها مع التكرار التراكمي. أول قيمة بتصادف لي تساوي أو أكبر، القيمة المقابلة هي الوسيط 56. 10 أصغر، 30 أصغر، 60 أكبر، معناته الوسيط هو يساوي 3. الوسيط هو يساوي 3 وعندي قيمة واحدة فقط. الآن
بنفس الطريقة بدي اروح اشوف بس يكون الجدول مستمر. طبعا هناك راح يكون قالوا لاحظوا هذه الحالة هاي متغير منقطع مثل البيانات المفردات عملنا معه بنفس الطريقة. أما إذا كان المتغير مستمر كيف نوجد الوسيط؟ شوفوا المثال الثاني، لدينا البيانات عن الأجر الشهري ل 100 عامل، هذا الأجر هو متغير مستمر، هيك عرفت؟ الأجر هو متغير مستمر، صحيح ولا لا؟ هو متغير مستمر، طيب، هاي الأجر عندي إياها كمان، فئات الأجر. من 0 ل 6، من 6 ل 12، من 12 ل 18 وهكذا. عدد العمال عندي 10 عمال اجارهم بين 0 وال6، لهيك بدي اقرا الجدول، تعلمنا عن الجدول قراءته. عندي 15 عامل اجارهم بين 6 وال12، بدي الوسيط. كيف نوجد الوسيط؟ اول شيء هل البيانات هون مرتبة ترتيب تصاعدي؟ أكيد مرتبة ترتيب تصاعدي. أول شيء عندي الأسر بين الصفر والستة في 10، بيجي وراهم الأسر من 6 ل 12 15 وهكذا، إذا مرتبين ترتيب تصاعدي. الخطوة الثانية تطلع فوق جنة، نحدد موقع الوسيط بالجداول التكرارية هون، موقع الوسيط هو موقع واحد. سواء كان عدد فردي او كان زوجي الى اخره، هو دوما يساوي مجموع اف اثنين سيجما اف اثنين، هذا الموقع موقع الوسيط. فبياناتنا 100 على 2 يساوي 50، فهي ال 50 يعني الاسره او العامل اللي ترتيبه 50 هو الوسيط، فهذا العامل اللي ترتيبه 50 شو اجره؟ هو الوسيط بدي طالعه. فهذا العامل 50 بأي فئة؟ هل هو بالفئة الأولى ولا بالثانية ولا بالثالثة؟ رجع بس بنطالع التكرار التصاعدي في اف صاعد، التكرار التصاعدي جدا تكرار فئة واحدة 10، فئتين بصيروا 25، ثلاث فئات بتصيروا 30 بصيروا 55، بعدين بديت 35 90 بديت 10 100، هذا التكرار التراتبي. الان الوسيط باي فئه باخذ الموقع هاي 50 وبقارنها مع التكرار التراتبي، اول فئه بتصادف لي تساوي او اكبر من 50 بتكون الفئه المقابله هي فئه الوسيط. اذا هون اول شيء بنحدد الفئه، مثل ما بالاول حددنا فئة المدوار تتذكر، هون بنحدد فئة الوسيط. فالعشرة أصغر معناتها هي ليست فئة الوسيط. 25 أصغر كمان هي ليست فئة الوسيط. أما ال 55 هي أكبر، إحنا قلنا أول فئة بتصادف فيه. أكبر أو تساوي 50 بتكون هاي الفئة هي فئة الوسيط. فإحنا الآن هاي الفئة اللي تكرارها التراكمي 55 هي فئة الوسيط، أعطيناها الرمز M مثل ما أعطينا فئة الجدول. بس حددت الفئة M، هي الفئة M راح أحط تحتها خط. نيجي نطبق هذا القانون، نحفظ هذا القانون، شو هو القانون؟ لاحظوا بتشابه مع قانون الجدول، بس لكن هنا القوس مختلف، ما ضمن القوس. إذا الجدول عقد الوسيط M يساوي الحد الأدنى للفئة M زائد قوس اللي هو جزء من طول الفئة M. هذا القوس خط كسر، شوف اللي راح يشوف فيه مجموع سجن مجموع اف 2، هذا الموقع موقع الوسيط ناقص تكرار التراكمي لما قبل الفئة الوسيطية، هي الفئة الوسيطية الفئة السابقة على تكرار الفئة M. معناته اللي جاكم الآن بدي اطبق هذا القانون، بما اني حددت الفئه M صار بامكاني تطبيق القانون. نرجع يساوي نبدا ال M الحد الادنى للفئه M، طلع على الفئه M في الحد الادنى طلع عليه شو هو؟ يطلع 12، هي 12 حطينا 12 زائد القوس سيجما رفع 2، الموقع اللي حسبناه هل حسبناه هو اللي احنا بالاول هو 50، 100 على 2 تساوي 50 ناقص تكرار التراكمي لذا قبل الفئة M، هاي الفئة M
اكتئاب تركبي اللي ما قبلها طلع عليه هو 25، هي 25 على تكرار البي ام، هاي البي ام دي تكرارها بيجي على التكرار هو 30، طلع عليه عقلي 30 ضرب طول الفئة، هاي الفئة طولها 12 ل 18، هو 18 ناقص 12 هو 6، إذا هيك أنا عوضت. هيك بدي أوجد قيمة الوسيط بنفس الطريقة اللي أوجدنا فيها المنوال، في عندكم قوس وفي ضرب وفي جمع، يلا أعطوني قيمة الوسيط لأشوف. هتوصل الأولويات مثل ما حكيت عليها قبل قليل، أول شيء القوس، بعدين الضرب، بعدين الجمع، أعطوني قيمته. وين الجواب؟ ما شفت ولا جواب بعد. لا يا ولال بعيد جوابك. لاحظي بالوسيط احنا قلنا بده يكون بالفئه بين 12 و18، يعني لا بصير يكون اكثر من 18 ولا بصير يكون اقل من 12 لانه بيكون بهي الفئه. جانا بس طلع معه 17، يعني هو ضد الفئه بس اقل مو صح. لا شو البقيه ليش ما حسبته؟ معلش اخطوا مشان تشوفوا حالكم انتم تخطوا. يلا ماشي بيشتغل سوال على طول، بيشتغل سوال اشوف مين الصح. 152 ناقص 25، 25 على 30 ضرب 6 زائد 12. لحظة هون في عندكم تقسيم وفي ضرب، التقسيم والضرب نفس الأولوية، يعني اللي ممكن أضرب بعدين أقسم. فستة ضرب 25 هي 150، تقسيم 30 هو 5، إذا هذا الحد بيطلع 5 زائد 12، شو بيطلع الجواب؟ بيطلع 17. هذا الوسيط 17. كيف بنفسر هاي القيمة؟ لحظة كيف بنفسرها؟ نص العمال او 50% من العمال يتقاضون ما قيمته الاجر تبعهم اقل او يساوي 17000 ليره، والنصف الاخر او 50% منهم يتقاضون ما قيمته 17 فما فوق او اكثر. هاي تفسير الوسيط، هيك بنحسب الوسيط، يعني الوسيط هو 17 فعلا مثل ما حسبته. المثال الثاني على الوسيط، سؤال امتحاني، عندي الفئات، يلا جوز حالك ما تحسبوها، الاثنين للأربعة، للأربعة للستة، للستة للثمانية، للثمانية للعشرة، من العشرة لاثناعش، حط هاي، عشرة 15 25 40 10، المجموع 100. أن الوسيط هو هيك سؤال امتحاني، هو الخيار الأول 25، الخيار الثاني 8، الخيار الثالث 7، الخيار الأخير عدا ذلك. يلا هاي القوانين أمامكم الآن بعدكم. إذا هذا السؤال الامتحاني، هيك السؤال الامتحاني بيكون عندكم. يلا بانتظار الإجابة.
بعد ما في إجابة طلعت معنا. خطأ يا أبي سلام، هو ذلك وعد ذلك، يعني واحد من أجل اللي صح، واحد من أجل اللي معنا وليس بعد ذلك. تطلع الأجوبة الصح، سلمى، ليندا، ديانا، وباسا، برافو عليكم، تمام، يلا لا شوف حالاتهم، هو الجواب الصح الثماني، المنال، تمام، شوفوا الآن، تكرار التصاعدي، الآن كنت تطلعوا فكرة أسهل من هيك، الفكرة أسهل من هيك، كنت تطلعوا فيه الفكرة، تكرار التصاعدي، يلا أعطيني تكرار التصاعدي، 10، 25، 50، 90، 100، ممتاز. موقع الوسيط ان على 2 او كلمة اف على 2 يساوي 50، نفس الجواب 50. الان بأي فئة؟ قلنا نسك 50 ونقارنها بالتكرار التراكمي، اول كلمة بتقارن باسمي تساوي 50 او اكبر، بتكون الفئة هي الفئة الوسيطية. 10 اصغر، 25 اصغر، 50 تساوي، معناته هاي الفئة ام، تماما هاي الفئة ام، معناته اذا انه هاي الفئة ام صار بالامكان يطبق القانون. مين الحد الادنى للفئة ام؟ هو 6 زائد 50 ناقص التكرار التراكمي السابق للفئة ام هو 25، على تكرار الفئة ام، تكرار الفئة ام هو 25 ضرب طول الفئة يساوي 2، فبيطلع معي لاحظوا قوس 25 على 25 هو 1، ضرب 2 2 زائد 6 يطلع الجواب 8، هذا الجواب الصح هو الجواب 8. بس الآن لاحظوا يشترى معي 8، لاحظوا 8 مين هي؟ هي الحد الأعلى للفئة الوسيطية، يعني لما بيطلع معي موقع الوسيط بيساوي التكرار التراكمي، معناته هون بيكون معي الوسيط هو اخر قيمه للفئه اللي هو 8، اخر قيمه للفئه هو 8. هذا الكلام ثابت، يعني احنا في الحاله كنت عم تحسب بس شفت انه الموقع يساوي التكرار التراكمي، معناته فورا الحد الاعلى للفئه بيكون هو الوسيط صح. اي ما حاخذ هاي العلاقه بطبق مثل ما طبقت وطلع معكم الوسيط صح، تماما واضح هذا الكلام؟ طيب شوفوا لي بالمثال التالي الاخير او خلينا بعدين. الان تركتوا على قانون اللي اسمه الوسيط، الان بدي اشوف بقياسين، شوف الحكي كيف عم احكي، بقياسين مشابهين للوسيط من حيث التطبيق ومن حيث القانون، شو هن المقياسين؟ لما كان البيانات مقسمين عندي او مرتبين ترتيبا تصاعديا من الماين للبكس، الوسيط اللي هو الميد شو سوا؟ الميد قسم البيانات لقسمين 50% اكبر منه و 50% من البيانات اصغر منه، هذا اللي سوا الوسيط صحيح؟ قسم البيانات لقسمين. أنا ما بدي أقسم البيانات لنصين، لا بدي أقسمهم لأربعة أقسام، بكل قسم شو بكون عندي من البيانات؟ بكون ربع 25% من البيانات. مين هي هاي المقاييس اللي راح تقسم لي البيانات بهذا الشكل؟ بنفس الطريقة اللي قسم فيها الوسيط للبيانات، بس الوسيط قسم لقسمين، أنا بدي أقسم لأربعة أقسام. هاي اللي بنسميها الربيعيات. الربيع الاول لاحظوا كيو واحد، هذا كيو واحد بيقسم الترتيب لقسمين، ايه هن القسمين؟ ربع البيانات 25% من البيانات اصغر من الربيع، اصغر من هاي القيمه، وثلاث ارباع اكبر. الربيع الثاني كيو اثنين، هذا بيقسم البيانات لقسمين، قبله نص البيانات وبعده نص البيانات، هذا كيو 2
بيطلع بيساوي شو بيساوي؟ بيساوي الوسيط بيطلع. فهذا في اثنين ما حدا بده يسكته، ما حدا بيعرفه، لانه الوسيط اخذ مكانه. اما كيو 3 الربيع الثالث، كيو 3 هذا كيو 3 بقسم البيانات لقسمين، قبله 75% من البيانات اصغر منه، وربع البيانات اكبر منه، ربع البيانات اكبر منه. صراحه صراحه لو الكلام بترجع بتفكر شو بيصير، شو بيفيدني هذا الكلام؟ ربيع اول، ربيع ثاني، ربيع ثالث. بالاغلب المدارس الان لما بده يقسموا الشعب بده يوزعوا الطلاب بالثانويه على الشعب، شو بيساووا؟ بحطوا الشاطرين في شعب لحالهم، هيك؟ هذول المستوى هذا على شيء، بعدين المستوى الاخر بشعبي وهكذا. يعني اذا بدي اقسم هذه الان الطلاب لاربع شعب، لاربع شعب، مين هو الطلاب اللي بيدخلوا بالشعبة، بشعبة الشطارة أشطر شيء، مين هو الأشطر شيء؟ هدي ربع الطلاب، هذا ربع الطلاب وين بقع؟ لحظة الترتيب، بقع بأول الترتيب ولا بآخر الترتيب الأشطر شيء؟ بقع بآخر الترتيب. فبعرف مين اللي بيحدد لي هذا الكلام؟ هو كيو ثلاث، كيو ثلاث بيحدد لي هذا الكلام. وين الاشطر شيء؟ طيب الاكثر شيء وين بيكونوا؟ بالبدايه ولا بالنهايه بيكونوا؟ هون عم بفكر العلامات، وين بيكونوا؟ بيكونوا بالبدايه. اذا تمام، اذا ما بكرر عندي البيانات ورسم ترتيب تصاعدي، ماذا كانت هاي البيانات؟ الوسيط بيقسمها لقسمين متساويين، نص البيانات اصغر ونص البيانات اكبر. الان لا بدي اقسم البيانات لقسمين، بدي اقسمهم لاربعه اقسام. كل قسم بسميه ربع، بيحوي 25% من البيانات. فمين هي هاي المقاييس اللي راح تقسم لي اياهم؟ قلنا كل واحد الربيع الاول. ربع البيانات اصغر منه وثلاث ارباع اكبر منه. كل اثنين اللي هو الوسيط. لاحظوا كل اثنين ربعين قبله يعني نص 50% بيطلع هو الوسيط. وهذا اللي لاحظتوه في كيو 2 ما حدا بيعرفه هذا المسكين، لانه الوسيط اخذ مكانه. اما كيو 3 الربيع الثالث بيقسم البيانات بحيث ثلاث ارباع البيانات 75% اصغر منه وربع اكبر منه. هل هي هاي المقاييس؟ هي نسميها الربيعيات، هي ايضا من مقاييس الموضع. يتم ايجادها مثل ما اوجدنا الوسيط، سواء كانت البيانات مفردات او مبوله. تعالوا نشوف امثله كيف بدنا نوجد هاي الربيعيات. اذا هاي الربيعيات هاي من مقاييس الموضع الاخرى، او المقياس شفناه هو الوسيط. فالمئانيات ما راح ناخذها، بس الربيعيات. عرفنا شو ربيع اول، شو ربيع ثالث. هاي الربيعيات تعالوا شوف كيف بدنا نوجدها. فحتى نوجد الربيع الاول او الادنى بدي موقعه، موقعه دوما يعطى بالعلاقه التاليه ان زائد واحد على اربعه. تذكروا الوسيط ان زائد واحد على اثنين، اما الربيع الاول ان زائد واحد على اربعه. اما الربيع الاعلى او الثالث بيكون لحظه ثلاث ارباع ان زائد واحد. هاي ممكن نقراها على الشكل الثاني، ربع ان زائد واحد، هون ثلاث ارباع ان زائد واحد. دول بالموقع وقيل بهذا الموقع بتكون هي الربيع. مثال اول شيء بيانات غير مبوبه مفردات، عندي البيانات الثانيه اوزان 11 طفل بالكيلوغرام، 12 13 15 17 16 16 17 18 وهكذا. البيانات مرتبه ترتيب تصاعدي ولا لا؟ مرتبه. اذا مرتبه بنفتح بنفتش على الربيعيات، اما اذا مو مرتبه بدي ارتبها اولا، شفته قبل قليل بالوسيط. فبدي الربيع الاول اولا. الربيع الاول موقعه ان زائد واحد على اربعه، الان 11 طفل.
زائد 1 12 على 4 3. إذا المفردة رقم 3 بالترتيب الثالث شو بتطلع؟ بتطلع 15 كيلو غرام. كيف ممكن بفكر هاي القيمة؟ على الشكل التالي: وضع الأطفال أولادهم أصغر أو تساوي 15 وثلاث أرباع أولادهم 15 فما فوق. هاي الربيع الأول. أما الربيع الثالث الموقع ستة أرباع زائد واحد معناته ثلاث ب 11 زائد 1 على 4 بيطلع 9. المفردة التاسعة طلعوا عليها شو قيمتها؟ المفردة التاسعة بالترتيب أشر لي عليها شو قيمتها؟ 18 ونص. هاي الربيع الثالث. هاي الربيع الثالث تمام؟ طيب طلعوا جاوبوا لي جاوبوا لي اعتمادا على بيانات المسألة. هذول الأطفال بدي بعطي مساعدات غذائية لربع الأطفال الأقل وزنا. ليه هم اللي بيستاهلوا هاي المساعدة؟ يلا جاوبي. كيف بدي استخدم الربيعيات؟ بدي بعطي مساعدات غذائية لربع الأطفال الأقل وزنا. هو صح بده يستخدم كل واحد، بس مين هم هذول الاطفال الاقل وزنا؟ مين بيحدد لي هذا الكلام؟ بيحدد لي كل واحد معناته كل واحد وزنه 15 وما دون هذا بده مساعده غذائيه. طيب بدي اسوي حميه لربع الاطفال الاكثر وزنا. مين هذول اللي بده يسوي بده يسوي حميه؟ الاكثر وزنا مين هم اللي بيكونوا؟ يكونوا بعد الربيع الثالث. فهم يلاحظوا بين 18 ونص فما فوق. هاي الربع، هاي الربع الاخير، الربع الاعلى. هاي الربيعيات بالنسبه لبيانات غير مبوبه. اما اذا كانت بيانات مبوبه في جنون تكراري مثل ما شفنا الوصيف بنفس الطريقه، حتى القانون طريقه حفظه بنفس الطريقه. كيف بنوجد هاي الربيعيات؟ شوفوا المثال التالي. تلقى الربيعيات لبيانات مبوبة. في بيان درجات الطلاب في مقرر الإحصاء يعين من 120 طالب بين 0 وال 20 عندي 15 بين 20 و 40 في 20 طالب وهكذا عندي 120 طالب. بدي الربيع الأول. أول شيء بدي الموقع. بدي دولة تكرارية الموقع دولة بناخذ سيجما اف بدون ما نضيف واحد. فبالوصيف كان سيجما اف على 2. بالربيع الاول الان بكون سيجما اف على 4. بمثالنا سيجما اف 120 على 4 بيساوي 30. فهذا الطالب بترتيب 30 باي فئه؟ لحظه، مثل الوصيف بيجي التكرار التراكمي او جنبات. الفئة الأولى 15، بعدين فئتين 35، ثلاث فئات 65 وهكذا. فجبتك 30 وقارنها بالتكرار التراكمي. أول قيمة بتصادفني تساوي 30 أو أكبر. فلاحظوا 15 35، 35 أكبر. هي بنسميها فئة كيو واحد. هي سميناها فئة كيو واحد. بس حددت الفئة بنروح على القانون، مثل قانون الوصيف. لاحظوا هناك كان عندي دد هون كيلو واحد. الحد الادنى لفئه كيلو واحد زائد لاحظوا الموقع ناقص التكرار التراكمي ما قبل الفئه كيلو واحد على تكرار الفئه كيلو واحد ضرب طول الفئه كيلو واحد. لاحظوا هناك كان عندي ام هون عندي كيلو واحد فقط، بس بدي اطبق على الفئه. حددنا الفئه كيلو واحد بنطبق الحد الادنى للفئه هي 20 زائد الموقع حسبناه 30 ناقص تكرار التراكم اللي ما قبلها 15 على تكرار الفئة 20 ضرب طول الفئة هو أيضا 20 بيطلع معي واحد. أعطوني الجواب.
هرال هو نفس الشيء، عندكم قوس جداء جرع. بيش كلام 35 بقية، شوفوا لي الجواب بيش كلام صح ولا خطأ. تدور الجدار 35 معناته 30 ناقص 15 15 على 20 هي 75%، ضرب 20 هي 15 زائد 20 هي 35، فعلا هي 35، هي 35. معناته الآن ربع الطلاب درجاتهم تحت ال 35 وست أرباع الطلاب فوق ال 35. لاحظوا بنفس المثال بدنا نوجد الربيع الثالث، لاحظوا مشان سهولة الحفظ عليكم. الربيع الأول الوسيط، الربيع الثالث بنفس الطريقة بنحسبه بس التطبيق على أي فئة بده يكون. طيب أنا بدي الربيع الثالث، لاحظوا أول شيء بدي الموقع، الموقع بيكون 3 على 4 تبقى 6 ارباع تبقى اكس. تلاحظوا هون عندي 3 ضرب 120 تبقى اكس على 4، شو بيطلع الجواب؟ اعطيني الجواب 90. هيك هذا السالب ل 93 هو الربيع الثالث. هذا بأي فئة؟ بنروح على التكرار التراكمي. اول شيء الصادق فيه 99 على الاكبر، بتكون هاي الفئه 15 اصغر، 35 اصغر، 65 اصغر، في 105 هي الاكبر، معناته هاي فئه كيو 3. هون الفئه راح احط تحتها خط، هاي الفئه، هاي الفئه اللي بدي اطبق عليها. لاحظوا القانون هون كيو 3 الحد الادنى للفئه كيو 3. اما الموقع 3 سيجما اف على 4 ناقص التكرار التراكمي اللي ما قبل الفئه كيو 3 على تكرار الفئه كيو 3 ضرب طول الفئه كيو 3. حددنا الفئه كيو 3، حطينا خط، صار بامكان التطبيق الان. لاحظوا التطبيق، الحد الادنى للفئه اللي انا بدي كيو 3 هو 60 زائد الموقع، قديش الموقع؟ حسب باب الاعلى 90 ناقص تكرار التراكمي لما قبل الفئه كيو 3. اعطوني اياه بالجدول، تكرار التراكمي للفئه السابقه للفئه كيو 3. اذا هي 65 هي الفئه كيو 3 و 65 هي 65 على تكرار الفئه كيو 3 40 ضربت الفئه كيو 3 هو 20. اعطونا الجواب. قديش الجواب؟ ليش ما حدا طلع بعد معه؟ ما حدا طلع معه الجواب بعد. ليش تخسرته؟ طيب هاي طلع الجواب معكم، طلعوا الجواب 72 ونص. هاي التفكير نفس اللي طبقناه الان مطبوع عندي بهذا الشكل، قانون مو مختلف،
هناك كنا نحسب كيو واحد، هون عم نحسب كيو ثلاث بالقانون. هون في الموقع بالرباعي الاول سيجما اف على اثنين، بالوسيط سيجما عفوا بالرباعي الاول سيجما اف على اربعه، بالوسيط سيجما اف على اثنين، بالرباعي الثالث ثلث اربعه سيجما اف. بس هذا اللي عم يختلف. ودوما على التطبيق بحفظها على الشكل التالي: الموقع ناقص التكرار السابق على تكرار الفئة ضرب طول الفئة. فهيك بيطلع معي الربيع الثالث 72.5. يعني كثر بعض الطلاب علاماتهم أقل من 72.5، وربع الطلاب علاماتهم فوق 72.5. هذا الربيع الثالث أو الربيع الأعلى. شو رأيك في هذول المقاييس الربيعيات؟ خلص خلصنا احنا الآن. طبعا راح ناخذ مثال واحد نحسب المقاييس كلها. شوفوا هذا المثال، عندي الفئات، الفئات من الصفر للأربعة، من أربعة لثمانية، من ثمانية لاثناش، من اثناش لستاش، من ستاش للعشرين، اثناي عشرة، عشرين ثلاثين، عشرين عشرة، مجموع تسعين. يلا اعطوني الوسيط لاشوف. مين بيعطيني الوسيط بسرعة بدون حساب؟ طيب بدون حساب، مين فرض يقول الوسيط مثال بدون حساب؟ ليش تبهتم عليها هاي؟ شو شكل التوزيع؟ طبيعي. بس شو قيمة الوسيط؟ مو 30 قيمة الوسيط. إذا كان التوزيع طبيعي بيكون الوسيط والمنوال والوسط الحسابي بتساويين. شو بيساوي؟ راح أحط لكم خط شو بيساوي. هون مين هو اللي هون؟ هو العشرة تماما، هو متوسط الفئة، هو العشرة، هو العشرة متوسط الفئة. طيب تعال نحسب ليه بدي يساوي اي ام. بدي احسب الوسيط زائد اذا الموقع، الموقع قلنا سيجما اف على 2 موقع الوسيط ناقص التكرار التراكمي لما قبل الفئة M على تكرار الفئة M ضرب طول الفئة M. وين الفئة M؟ نوجد التكرار التراكمي. أول فئة 10، 10 و20 30، بعدين 60، بعدين 80، بعدين 90. هذا القانون اللي بيعطيني الوسيط. وين فئة الوسيط؟ بحسب الموقع سيجما اف على 2 الموقع 90 على 2 45. الآن بتتحدد معي وين الفئة اللي بدي أطبق عليها. بدور بالتكرار التراكمي أول كلمة بتصادفني تساوي 45 أو أكبر، بتكون هاي الفئة M. العشرة أصغر، 30 أصغر، 60 أكبر، هاي الفئة M. بنطبق الآن ليش بيساوي الحد الأدنى للفئة M؟ أعطوني إياه. هاي الفئة M، هاي خط تحتها. ليه الحد الأدنى للفئة M؟ هو 8 زائد نفتح قوس الموقع 45 ناقص التكرار التراكمي للفئة السابقة اللي هي 30 على تكرار الفئة M
تكرار الفئة N هو 30. ضربت للفئة، شفت الفئة عندي يساوي 4، أعطوني الجواب. القوس، لاحظوا القوس شو بيساوي، 15 على 30 هو النص، ضرب 4 2 زائد 8 هو 10، هو منتصف الفئة. الآن كيو واحد، بدك كيو واحد، لاحظوا نفس القانون، راح اكتبه باللون آخر أسود. كيو واحد يساوي الحد الأدنى للفئة كيو واحد، هناك كنا نقول الحد الفئة M، هي الفئة كيو واحد صار رقمها، زائد موقع كيو واحد اللي هو سيجما F على 4 وربع، ناقص التكرار التراكمي بس لكن لما قبل الفئة كيو واحد، لما قبل الفئة كيو واحد على تكرار الفئة كيو واحد ضرب طول الفئة كيو واحد. معناته الآن بدي أطبق نفس التطبيق بس لكن ليس على الفئة M وإنما على الفئة كيو واحد. وين هي الفئة كيو واحد؟ نجد الموقع سيجما F على 4، 90 على 4، شو بيطلع؟ 22.5، صحيح؟ بأي كلاس؟ يلا بروح في كلاس تراكمي، أول فيه بتساوي فيه تساوي 22.5 أو أكبر، بأي فئة؟ الفئة الأولى أصغر، 30 أكبر، هاي الفئة اللي بنسميها كيو واحد، يعني بيطبق على هاي الفئة، التطبيق على هاي الفئة، كيو واحد يساوي الحد الأدنى للفئة، هاي الفئة كيو واحد، راح أحط تحت خط أخضر، هاي الفئة كيو واحد الحد الأدنى لها، مين الحد الأدنى؟ 4، زائد الموقع 22.5، ناقص التكرار التراكمي اللي ما قبل الفئة كيو واحد هو 10، على تكرار الفئة كيو واحد 20، ضرب طول الفئة 4، ضرب طول الفئة 4، جواب، أعطوني جواب. لا يا جماعة الآن احنا بدنا جواب كيو واحد، بدنا جواب كيو واحد الآن، عم نحسب كيو واحد، شو الجواب بيطلع؟ لا مستحيل 60، جواب كيو واحد شو بيطلع؟ ستة ونص، صحيح ستة ونص، 22.5 ناقص 10 12.5 ضرب 4 50، تقسيم 20 2.5 زائد 4 6.5، هاي الربيع الأول، هاي الربيع الأول، هاي شو كنا نحسب الربيع الثالث بنفس المثال اللي خلص، الربيع الثالث راح أحط نفس القوانين بس لاحظوا شو بيطلع، كيو كيو 3، لاحظوا كيو 3، كيو 3 تساوي الحد الأدنى للفئة كيو 3، الموقع 3 سيجما اف على 4 ناقص تكرار التراكمي لما قبل الفئة كيو 3 على تكرار الفئة كيو 3 بضرب ضرب طول الفئة كيو 3، بدي موقع كيو 3 هو 3 أرباع سيجما اف، يعني 3 ضرب 90 على 4، ليش بيطلع الجواب؟ 67.5، صحيح؟ 67.5، هذا الموقع الآن بأي فئة؟
راح لغيك على التكرار تبعكم بأول سنة بتصادفني تساوي 67 ونص أو أكبر. 10 أصغر، 30 أصغر، 60 أكبر، 80 أكبر. فهي الفئة هي كيو 3. بنروح على التطبيق كيو 3 لحد الأدنى للفئة كيو 3 12. راح نفس الفكرة، ايش عم اكتب لكم الان فوق بعض؟ نحفظهم بهذا الشكل. زائد الموقع 67 ونص ناقص التكرار الصاعد لما قبل فئة 2-3. اعطوني اياه شو بيساوي بالجدول؟ التكرار التراكمي لما قبل فئة 2-3 شو بيساوي بالجدول؟ بيساوي 60. على تكرار الفئة 2-3 هو 20 ضرب طول الفئة 2-3 4. شو بيطلع الجواب؟ يلا اعطوني الجواب 2-3. اعطوني الجواب. برافو عليكم. هو 13 ونص. هو 13 ونص. هو 13 ونص. هاي 2-3. اذا لاحظوا، ربيع اول وسيط، ربيع ثالث بنحسبه نفس الطريقة. هو بس بيطبق وجه الفئة اللي بيطبق عليها، هل بيطبق على الفئة كيو 1 ولا على الفئة ام ولا على الفئة كيو 3؟ إذا هيك بكون خلصنا مقاييس البزعة المركزية والموضع اللي هو وسط حسابي. بدوان وسيط، ربيع أول، ربيع ثالث. هذول المقاييس الأربعة مطلوبين منكم بالوظيفة، هيك صار بإمكانكم تحلوهم هذول بالوظيفة. تمام؟ تمام. إذا هيك نتوقف اليوم عند هذا الحد. إذا في أسئلة بنجاوبكم عليها طبعا. ما في، نلتقي بموعدنا بالأسبوع المقبل. لا، دوما دوما من قرن، دوما قرنه. طبعا عن المحاضرة الساعة 8 بعيد، المحاضرة تبع قبل قليل، وسط حسابي، وسيط، منوال، ربيع، ربيع. تمام؟ فإلى اللقاء. إذا إلى اللقاء.